الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بدمياط ويؤكد جدية الدولة في تطوير ودعم الصناعة. تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابع والطوائف المسيحية تشكر الرئيس السيسي لتكريسه قيم المواطنة. وزير الدفاع الأمريكي يتهم تركيا بالابتزاز السياسي ويحذرها من عرقلة خطط الناتو. الخامسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة دمياط، أبرزها مدينة دمياط للأثاث التي تعد أكبر وأهم مشروع اقتصادي في المحافظة. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد الرئيس السيسي على أن الدولة جادة في تطوير ودعم الصناعة، مشيرا إلى أن تجهيز الأراضي الصناعية ومنح تراخيص المصانع للمستثمرين كلفت الدولة المليارات، وأن مدينة الأثاث ستحقق نقلة نوعية في هذا المجال، معربا عن تطلعه لأن تكون المدينة مركزا عالميا للشراء. وافقت اللجنة الرئيسة لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابع ليصل العدد الإجمالي إلى 1322 منذ بدء عمل اللجنة. من جانبهم وجه ممثل الطوائف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدورهم في تكريس قيم المواطنة بين أبناء الشعب المصري وما تقوم به الحكومة من جهود غير مسبوقة في ملف تقنين أوضاع الكنائس، واصفين ما تم حتى الآن بأنه إنجاز حقيقي على الأرض. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لوفد من مجموعة حوار وجسور، حيث استعرض معهم الأوضاع العامة بالبلاد. نقل الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على تويتر عن عون تأكيده قيام بمساعي مختلفة لحل الأزمة الراهنة بالبلاد على الرغم مما وصفه بالتعقيدات والظروف الصعبة، ذلك خلال كلمة في اليوم الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة. حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تركيا من عرقلة خطط حلف الناتو في بولندا ودول البلقان. قال إسبر قبيل انطلاق اجتماعات قمة حلف الناتو إن تركيا تمارس ابتزازا سياسيا للحصول على الدعم في حربها ضد الأكراد، مشيرا إلى أن واشنطن ترفض هذا السلوك. استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات نظيره الفرنسي مانويل ماكرون حول الموت الدماغي لحلف الناتو معتبرا أنها مهينة. ورجح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير العام للحلف أن يشهد اليومان المقبلان أحداثا هامة وكبيرة، منوها بضرورة أن يواكب حلف الناتو التغيرات التي يشهدها العالم. Thank you all very much. Thank you. Thank you, Chris. ختام الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.